حقيقة بالنسبة إلى شارع الفراهيدي يعتبر المتنفس الوحيد للمثقفين بالبصرة، ويلتقي أسبوعيا خلال أيام الجمعة، وتطور الفترة الزمنية لافتتاح هذا الشارع أمام المثقفين ليومي الجمعة والسبت. هذا المكان يعتبر ملتقى للطبقة المثقفة البصرية، يعني الحضور دائما يكون نخبوي، لن يحضر إلى هذا المكان غير المثقفين، ويتناقلون الأخبار الثقافية والفنية، وحتى الصحفيين ينقلون كافة النشاطات في هذا الشارع. هذا الشارع في بدايته كان حقيقة كانت بداية بسيطة جدا، تطورت إلى ما هي عليه الآن من أكشاك نظامية وما إلى ذلك. لكن السؤال، لو بدأ فصل الشتاء وبدأت الأمطار، كيف سيتجول مرتادو هذا المكان في تحت الأمطار؟ وحتى الأكشاك أعتقد بأنها ستتشوه من خلال المياه التي ستسقط عليه جراء الأمطار، ونعتقد بأنه لو يتم تسقيف هذا الشارع لكان أجمل وألطف، وبالإمكان افتتاحه في كافة الأوقات والمواسم حتى يقينا من حرارة شمس الصيف. يعني للأسف اللي اعتدنا عليه حقيقة أنه هناك دعم خجول جدا من قبل الحكومة المحلية وكذلك الاتحادات والنقابات الموجودة في محافظة البصرة، لذلك الاعتماد حقيقة منذ فترة ليست بقليلة أصبح من قبل اللجنة المنظمة نفسها يعني ذاتها. بالتالي احنا حقيقة نعم مقبلين على فصل الشتاء، اعتقد انه المظلات الموجودة بالشارع قد لا تفي بالغرض ولا تلبي الطموح، ولذلك حقيقة هناك توجه لإقامة مظلات متحركة تربط على أعمدة الكهرباء، ممكن فتحها في منتصف الشارع يعني، وبالتالي ممكن أن تكون مصد يعني للأمطار خلال فصل الشتاء. يعني حقيقة لا يخفى على الجميع أنه هناك العديد من الشوارع الثقافية التي افتتحت في بعض أقضية البصرة، يعني قضاء الفاو والهارثة وقضاء الزبير، لكن للأسف لم يكتب لها النجاح بسبب غياب الدعم. احنا خلال الفترة السابقة والمرحلة المقبلة إن شاء الله على تواصل مع اللجان المنظمة لهذه الشوارع الثقافية، وأنا أعتقد حقيقة أنه هذه الشوارع هي مسألة وقت قبل أن تستعيد بريقها ونشاطها داخل أقضية محافظة البصرة. هسه قد يكون حقيقة الدعم غير موجود من قبل الحكومة المحلية أو من قبل النقابات والاتحادات، لكن أعتقد أنه الشباب المتطوعين والفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني ممكن أن تفي بالغرض مثل ما حصل في شارع الفراهيدي. شارع الفراهيدي يعتبر هذا ان احنا كأهل البصرة متنفس الوحيد للطلع على ابرز الروايات والكتب والقصص، ومن عنده الكسب المعلومات والقصص والروايات، وشيء هذا شيء حضاري مثل انه متنفس الوحيد. طبعا يعتبر شارع الفراهيدي من الأماكن الجميلة والملتقى الثقافي الأسبوعي لمثقفي وأهالي البصرة. طبعا أكيد الشارع أول ما بدأ بخطوات بسيطة، لكن خطوات يعني جميلة وجريئة وشجاعة، وصمدنا رغم الظروف يعني ورغم العوامل السلبية اللي كانت تمر علينا في الفترة الأخيرة. بعد أن تأهل شارع الفراهيدي على الصورة اللي مثل ما جاي تشوفوها، يعني من أكشاك ومقرنص ونظافة، استقطب الكثير من سكان البصرة وأهلها، وأصبح يعني ملتقى
يعني جدا جميل للثقافة والكتاب في البصرة. شارع الفراهيدي شارع جدا جميل وأنيق، وخصوصا بالفترة الأخيرة اكتسح حلة جديدة وجميلة جدا ببناء الأكشاك للمكتبات، وحتى يستوعب الرواد من البصرة من أهل البصرة، وحتى أيضا من المحافظات جاي يجون الحمد لله والشكر. متنفس جميل جميل جدا، والقارئ يلاقي فيه كل ما يصبو إليه من كتب ثقافية علمية أدبية من جميع النواحي. فهذا الشارع يا ريت نتمنى أن تحاول الجهات المعنية أن تعززه أكثر وأكثر وتهتم به أكثر من هذا الاهتمام، لأنه فد متنفس ثقافي يرجع للبصرة بالفائدة الكبيرة جدا، بما أنه البصرة هي أم الثقافة أم الشعر وأم الفن وكل كل الهوايات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من الواجهات الثقافية الحضارية المهمة في محافظة البصرة الآن، على الرغم من العمر القصير لكنه واجهة حضارية ثقافية لمحافظة البصرة، هو شارع الفراهيدي. هذا الشارع الذي يكتظ في كل جمعة بالمثقفين والأدباء والناشطين والشباب المحبين للثقافة يتجمعون في هذا الشارع لتبادل وجهات النظر وغيرها والاطلاع على آخر إصدارات الكتب. الملفت للنظر أو اللافت للنظر في الفترة الأخيرة هو التطور الرائع الذي حصل على هذا الشارع من ناحية تطوير الشارع في البنى التحتية، في الأكشاك الحضارية الحديثة التي زود بها الشارع للمكتبات، وأيضا الحركة المستمرة والتطوير لهذا الشارع الذي هناك كانت مبادرة لأن يستمر ليومين الجمعة والسبت، وإن شاء الله إلى نجاح بإدارة هذا الشارع والشباب والناشطين الذين يتوافدون على هذا الشارع كل يوم جمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم شبابنا، اليوم مثقفين يحتاجون من يقف بجانبهم. اليوم صراحة نريد أن تكون شارع الفراهيدي مماثل لشارع المتنبي في بغداد، لدعم الشباب ودعم الطاقات ودعم الطبقة المثقفة في محافظة البصرة، لأن صراحة لا يوجد لديهم متنفس لنشر معلوماتهم الثقافية والاجتماعية، وبدور اليوم الحكومة المحلية أن تقف مع الشباب، تقف بدور الفاعل في محافظة البصرة. أتمنى لبصرتنا العزيزة السلامة والأمان من كل قلوبنا. السلام والأمان اليوم يوم الابتسامة العالمي، اليوم يضم الفرقة التطوعية والطبقة المثقفة في محافظة البصرة.
تحياتي لكل محطات الإعلام اللي تنقل الحدث أول بأول في محافظة البصرة. شارع الفراهيدي في محافظة البصرة هو بالسبوع يوم تشاهد هذا الشارع بملتقى الأدباء والإعلاميين والصحفيين والسياسيين والمثقفين. لا يستطيع أي رجل يدخل إلى هذا الشارع الفراهيدي إذا ما يجد السباحة، يعني السياسة والثقافة هي بحر في محافظة البصرة. حكومتنا ما أقدر أمثلها، أقدر أمثل الفرق بين الحكومة المركزية والبقرة، منو بفايدة أكثر؟ فتشوف البقرة تعطينا الحليب، تعطينا الروب، تعطينا القمر، تعطينا الزبد، تعطينا الجبن. أنتوا شنو قدمتوا لنا؟ 425 عضو برلمان، شنو منكم قدمتوا للمحافظة؟ شنو سويتوا؟ كل ميزانيتكم هي من محافظة البصرة. فشوية هلا هلا نقول الحكومة الجديدة، ولو هي ماكو حكومة جديدة، أنا ما أعترف أقول أكو عندنا حكومة في العراق، لا جديدة ولا سابقة. بكل فخر يزهو اليوم هذا اليوم شارع الفراهيدي للثقافة والفنون. واليوم لدينا ندوة أو جلسة حوار حول التلوث البيئي الحاصل في البصرة في مجال المياه وخصائصها والأنهار، وفي مجال التلوث في الجو نتائج التلوث التي أدت إلى إصابات سرطانية كثيرة في البصرة، أيضا في مجال تلوث التربة. بالذات سيكون حديثنا عن تلوث المياه بكافة، يعني الأنهار وشط العرب وجفاف الأهوار والتصحر وإضافة التغيرات المناخية الحاصلة. في شارع الفراهيدي نفتخر أن نقدم عروضنا وفعالياتنا بهذا اليوم. منذ 8 سنوات وأن هذا المكان شارع الفر لثقافة الكتاب يزدهر أسبوعيا بالبصرة بمثقفيه ورواده ومحبيه. هذا المكان الذي تأسس بجهود شبابية مخلصة من أبناء هذه المدينة الذين يحملون هم ثقافتها وأدبها الممتدة عبر عقود طويلة من الزمن. شارع الفراهيدي لثقافة الكتاب بات يحتضن العديد من المكتبات، وساهم أيضا في إنعاش المشهد الثقافي في المدينة، إضافة إلى أن العديد من الشباب أخذوا يجدون ضالتهم في هذا المكان لممارسة هواياتهم في مجال الأدب وعرض الأعمال اليدوية وممارسة فنهم وما يتطلعون إليه إزاء ثقافة هذه المدينة. دعوة من خلال منبركم الإعلامي الموقر إلى مجتمع البصرة وإلى كل عراقيين كافة من يزورون هذه المدينة بأن يأتوا هذا المكان الذي يتوسط البصرة كل جمعة وسبت لكي يشاهدوا ما تحمل وما تمتلك هذه المدينة من طاقات إبداعية لمختلف أجيالها. طبعا محافظة البصرة كانت ولا زالت عاصمة الثقافة العربية، لكن لا يخفى على الجميع انه اجت فترات على محافظة البصرة وعلى الشعب البصري صار بها خمول ثقافي،
كادت أن تختفي يعني النشاطات الثقافية كما حصل في الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة. لذلك جاء شارع الفراهيدي والقائمين عليه مسرعاً للنهوض بهذه الثقافة وبهذا الإرث العظيم الذي يمتد لمئات وآلاف السنين. فاليوم نشوف شارع الفراهيدي هو متنفس لكل الطاقات الشبابية والمواهب، هو منصة ثقافية كبيرة جداً ينهض من خلالها الواقع الثقافي والشارع البصري. لذلك شارع الفراهيدي اليوم هو قبلة لكل الشباب الطموحين، الشباب الصاعد، لكل الفرق الثقافية والمنظمات اللي ضمن مجال المجتمع المدني. فإحنا اليوم شارع الفراهيدي كشباب مهتم بالثقافة ومتطلع للوعي، هو كائن مهم جداً إنه وعنصر مهم جداً إنه. لذلك نشوف دائماً الكثير من الشباب يتوافدون على هذا الشارع. لا يخفى على الجميع أن محافظة البصرة لها بعد ثقافي ولها بعد تاريخي ولها أيضاً مثقفين ولها شخصيات ولها شعراء ولها أدباء، وبالتالي نحن الآن في شارع الفراهيدي، هذا المعلم الوحيد الثقافي، وهنالك تجمع للثقافات، تجمع للنقابات، تجمع للمهن، وبالتالي نحتاج أنه أكثر من صرح تعليمي، أكثر من صرح ثقافي في محافظة البصرة. هذه محافظة البصرة هي أحدى عواصم التاريخية وأيضاً لها بعد تاريخي ولها شخصيات كبيرة، شخصيات بالفن، بالأدب، بالتاريخ، بالطب، فبالتالي يجب أن تعطى البصرة حقها، ويجب أن يكون هنالك تنوع وتحرك ثقافي من الحكومة المركزية وأيضاً الحكومة المحلية والجهات أيضاً ذات العلاقة والوزارات والنقابات اللي ممكن أن تكون روافد لدعم الحركة الثقافية في محافظة البصرة. طبعا مثل هكذا مبادرات وهذا هكذا فعاليات لها أثر في البصريين، لأن البصرة ما تمتلكه من إرث ثقافي وحضاري ومن المثقفين من ناحية الأدباء والشعر والفن والنحت والغناء، وهي التنوع الثقافي الموجود في البصرة، وأن هي المحبين للثقافة ورواد هذه الثقافات يحتاجون مثل هكذا متنفس، وإن كان بسيط وفقير من الناحية المادية والناحية الإرثية الحضارية، ولكن نشيد بجميع الأخوان الذين شيدوا هذا الصرح الصغير المتواضع. طبعاً بالتأكيد نحتاج هكذا متنفس ثقافي في البصرة العديد من الأماكن، لأنها متنفس لأهل البصرة لواد الثقافة وقراءة كتب، ويحتاج فعاليات كثيرة مثل المسرح والشعر والغناء. والتأكيد نحتاج توسيع الشارع الفراهيدي أكثر ليستوعب عدد الهائل في البصرة. صراحة شارع الفراهيدي شارع حيوي ثقافي مهم، يفتاد إلى الشباب وكبار العمر، نساء، أطفال من مختلف الأعمار، كل يوم جمعة للتمتع بهاي الأجواء الثقافية الجميلة. صراحة يعني له أهمية كلش كبيرة، خاصة أنه يتوافر بعدد من مختلف المجالات، الكتب، مختلف المجالات، القطع الأثرية الثمينة من ضمنها يعني الأنتيكة وغيرها. Thank you.
المثقفين. اليوم جولتنا في شارع الفراهيدي، شارع الثقافة البصرية، هذا الشارع المتنفس الثقافي لأبناء البصرة لكل الموهوبين. اليوم تعرض مواهب فنية عديدة ومتنوعة، من رسم، من أدب، من أعمال يدوية. اليوم كل الشباب البصري من كل الجنسين يحضر لهذا الشارع ليمارس هواياته، ليمارس مواهبه. هذا الشارع اليوم لاحظناه بحلة جديدة بصراحة تبهج القلب. هذا الشارع نتمنى أن يطور ويوسع وأن يضاف إليه مسرح، ممكن أن يكون مسرح للشباب، مسرح للأطفال. هذا الشارع نتأمل من الحكومة المحلية أن تهتم به وتوسعه وتدعم تلك المواهب. اليوم هذه الأكشاك وهذه الطاولات وهذا الشباب البصري الجميل الرائع الموهوب بصراحة يعيد بنا الذاكرة إلى بصرة الثقافة، بصرة الخير. اليوم البصرة تتنفس ثقافتها، اليوم البصرة جميلة بأبنائها، اليوم البصرة زاهية الجنوب وزاهية العراق. شكرا لكل المثقفين، شكرا لكل من مد يد العون لهذا الشارع. We'll be right back.